على المعرض هذايا للناس اللي تسمع فينا والبارح ما كانتش معانا في الاستماع دونك برانشي على موجات راديو ميد وقعدوا برانشي معانا باش نجموا تاخذوا المعلومات الكل على الايفينمون هذايا. اليوم حاضرين معانا مجموعه من الضيوف كما قلنا تواسه واجانب. اول حاجه خلينا نبداو بطبيعه الضيوف نتاعنا، نرحبوا بهم سيد احمد الغامدي رئيس الجمعيه العربيه لتربيه النحل، اهلا وسهلا بك واستاذ في علوم النحل. نعم مرحبا بك سيدي، شرفتنا في تونس. كيف زاد حاضر معانا سي محمد الناجح من مصر، هو الراعي الذهبي لأفريكا بي إكسبو 2019. مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، نورتونا سيدي. دونك نمشيو للتوانس، أنت عادة ولد البلاد ولد الراديو ولد ولد تونس، خبير دولي في النحل سي عباس السعيدي، مرحبا بك. أهلا وسهلا. شكرا بيك. بارك الله فيكم على الاستضافة. شكرا لك، يعطيكم الصحة. دونك مرحبا بكم الناس الكل. خلينا نحكيو شوية، نبدأ معك أنت يا سيد أحمد على المعرض هذايا، ناخذوا فكرة ساعة صغيرة على المعرض. هو ظهر لي الدورة الثانية اللي تنظم في تونس السنة، خناخذ فكرة على المشاركين كسوة من الدول العربية والأجنبية وشنو باش يكون جديد خلافا للدورات السابقة. نعم، أولا سعيد بالمقابلة هذه. مرحبا. وسعيد بتواجدي في تونس للمرة الثانية. مرحبا. المؤتمر يعقد للعام الثاني، الدورة الثانية. أنا رئيس الجمعية العربية لتربية النحل. الجمعية العربية لتربية النحل منظم مشارك مع شركة وافت العالمية لهذا المؤتمر. الجمعية العربية لها أنشطة كثيرة، عدد من المؤتمرات، كان آخر مؤتمر في أبوظبي في الإمارات، وأيضا سيكون عندنا مؤتمرات قادمة إن شاء الله. لكن سعدنا بأن يكون لنا مشاركة في تونس بالتعاون مع الشركة. المعرض هذا يضم عدد كبير من المشاركين، تقريبا أكثر من 40 جناح في المعرض، جميع أدوات ومستلزمات تربية النحل، أعسال، مواد منتجة من النحل مثل أي شيء يدخل في منتجات النحل، مستخرجة من العسل، شركات من تركيا، من الصين، من معظم الدول العربية. قداش من دولة كيكا تقريبا مشاركة في المعرض؟ تقريبا 21 دولة. 21 نعم. دولة. فالمعرض الحمد لله يعني ناجح، في حضور متميز، في عرض متميز، مصاحب أيضا مؤتمر لمدة 4 أيام، 3 أيام مؤتمر محاضرات علمية مشارك فيها خبراء من عدد كبير من دول العالم، تغطي جميع المحاور التي تهم النحل والنحالين. يوجد في اليوم الرابع أيضا ورشة عمل، عبارة عن ورش عمل عبارة عن مواضيع متخصصة يكون فيها نقاش أكثر من أنه محاضرات. أيضا يوجد من ضمن فعاليات المؤتمر مسابقة دولية لأفضل عسل عارض، يعني في مشارك تقريبا 100 عينة من عدد من الدول، لاحظت أنا من السعودية، من اليمن، من مصر، من الجزائر، المغرب. فهذول النحالين أحضروا أفضل عسل عندهم، سيدخل مسابقة وسيكون فائز فيها، فائزين، الفائز الأول والثاني والثالث، سيكون في تتويج إن شاء الله يوم الأحد. كما تعلمين النحل مهم جدا، ليس فقط منتج العسل، النحل لديه 12 منتج. فإحنا دورنا في المؤتمر هذا نعرف بالمنتجات الأخرى وأيضا نعرف بكيفية إنتاجها وتسويقها. في عندنا العسل، في الغذاء الملكي، في سم النحل، في خبز النحل، فعدد منتجات كبيرة. أنا بدي أول مرة نسمع. نعم. خبز النحل. لا موجود 12 منتج هذه. دونك هذوما باش يكونوا ثم خبراء موجودين معاكم لهنا في المؤتمر، هما باش يقدموا المحاضرات هكا علمية في الحكاية هذه ولا كيفاش؟ موجودين خبراء في جميع المجالات. أيضا حيكون في دورة تدريبية يقدمها رئيس جمعية الإيبيثيرابي في رومانيا. الدورة هذه الاستخدامات الطبية لمنتجات النحل، فيوري كيف أنه منتجات النحل مفيدة طبيا،
في علاج كثير من الأمراض. هاي البرشة. نعم ستكون موجودة. دونك باش يكون الفضاء مفتوح للأهل القطاع سواء في تونس في معناها الموجودين في تونس وإلا في الضيوف زاد اللي باش يكونوا حاضرين لهنا الناس الكل تنجم تجي تحضر في المؤتمر هذايا وباش يكون مفتوح للجميع. اللقاء مفتوح لأي واحد مهتم سواء في مجال النحل ولا يفكر أنه يوما ما زاد يستثمر في قطاع. أيضا حتى للأطباء والممارسين الصحيين لأنه الذي يقدم الدورة هذه هو طبيب. فعنده خبرة فأي أطباء يرغبون يستخدمون منتجات النحل دوائيا عندهم فرصة يحضرون فرصة ويسمعون ويشوفوا الفرص الموجودة. المحاضرات كيف من هذه عبادة راهي تسافر البرة وتدفع فلوس باش معناها تاخذ دورات تدريبية كيف من هذه من نوع هذا دونك الفرصة جاتهم لهنا ومجانا والفضاء مفتوح للناس صحيح. دونك نمشيو معاك سي محمد مرحبا مرة أخرى نحكيو على الجانب الاقتصادي لأنه هو تونس وإلا حتى في كل العالم العربي كتقول له الـ 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 النحلة وتربية النحل الفكرة اللي في مخه فقط انه منتوج العسل وكيفاش نخرج العسل ونبيعه ولكن الفضاء هذا مفتوح وعنده افاق اقتصاديه كبيره في التصدير في الاسواق كما قلنا الافريقيه في السوق العالميه ككل معناها والسوق المغاربيه لهنا دونك القطاع هذا مهم برشا خلينا العبيد احكي لهم شويه على اللي يسمعوا فينا اهميه القطاع هذا في الجانب الاقتصادي وكيفاش نجموا نطوروا الافاق نتاعو في الأسواق العربية والعالمية. يا مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. أنا محمد الناجح شركة ANHB وشركة الناجح إحدى شركات ANHB شركة إماراتية شركة نشاطها هو تربية وتجارة النحل. الشركة تصدر من مصر إلى الإمارات والسعودية والكويت ما يعادل حوالي 100,000 خلية نحل عبر الطيران إلى هذه الدول. قطاع النحل من القطاعات الواعدة وحتى بدأت الدول في الآونة الأخيرة ينظروا له باهتمام على أنه نشاط قوي جدا وفي فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد ومنح فرص عمل للعاطلين والقضاء على البطالة لانعكاساته كبيرة جدا على المجتمع لنشاطات ملاصقة له يأثر على النقل وصناعة الخشبية وصناعة البلاستيكية هي صناعة كبيرة جدا حتى في بعض الدول بدأت تأخذ نشاط رائد إن هم دعم العاطلين بيجي يأخذ دورة زي ما بيحصل في الدورات الموجودة شاب ما عندوش فرصة يجي يأخذ دورة بسيطة جدا وبعدين الدولة بتسلمه 10 خلايا بتعلمه إزاي يديرهم والمنتج الخاص به بتقوم الدولة بتسويقه خاصة العسل المطلوب بشكل كبير. فإحنا الشركة يعني بتهتم بكل ما يمس هذه الصناعة من معدات نحل سلالات النحل برضو الانتخاب وتطوير السلالات من الأمور المهمة جدا لتحسين الأداء. فهو الموضوع يعني بيكون موضوع بيمس الاقتصاد بشكل كبير جدا. والأسواق حاليا الأسواق اللي أنتم عينيكم عليها وإلا تشوفوا أنه تنجم في الأعوام القادمة تكون سوق تستقطب النوع هذايا متاع التجارة تجارة في الأول في الفترة اللي فاتت كنا دائما التركيز كان على مصر والخليج العربي لكن دي كان أول مشاركة لنا بقوة في شمال أفريقيا وهو طبيعة بتمنح فرص كبير جدا للإنتاج لأن مثلا مصر بتصدر نحل بقرابة 2 مليار جنيه سنويا ففرصة كبيرة أن يكون منتج موجود في التصدير بيدعم موارد للنقد الأجنبي لو تونس اهتمت بالأمر. الطبيعة اللي موجودة أنا من ساعة ما طلعنا من المطار فعلا عرفت ليه يسموها تونس الخضراء يعني ما زلت مشيتش للشمال مشيت مناطق الشمال ما زلت شمال لا تونسي لازم تعمل طلع على الشمال التونسي لأنه ذاك تقريبا المركز الأكبر لتربية النحل بحكم الطبيعة الموجودة معناها حاجة تعمل كيف. أنا لما بننظر يعني أنا كمهتم بالنحل أنا مهندس مدني أصلا لكن النحل ده في العائلة يعني من الشركة من سنة 91 فبشوف ان النحل يعني هنا تكون جنة للنحل يعني لما مقارنة بالوطن الخليج الصحراء قاسية شوية لكنها في جنة أشجار الحمضيات يعني المفروض يكون في انتاج عالي جدا من الحمضيات يصدر ويغطي احتياجات يعني احتياجات دول كتيرة جدا من عسل الحمضيات تربية النحل برضو وإنتاج الطرود النحل كان النحل كسلعة النحل يباع ويشترى يعني عندنا الطيارة الواحدة بيكون فيها 60 مليون نحلة
فالنحلة سلعة مطلوبة جدا، وده مورد من موارد برضو الدخل. طبعا كل الدول بتدور على زيادة الصادرات لان عشان تجيب العملة الخارجية، فاعتقد في فرص كبيرة جدا، وان شاء الله بقى كثرة الاهتمام من الدولة مع اللقاءات، حتى الشارك وتبادل الخبرات ما بين الدول زادة كيف طبعاً كيف طبعاً. وكان في امبارح زيارة من الوالي، وده كان شيء اهتمام انه يجي، فده يكون ان شاء الله خطوة كويسة للأمام ويكون فيها نهضة. انت حكيت على الطبيعة الملائمة في تونس، خلينا نمشي سي عباس، وانت الخبير في الدولي في النحل، دونك خلينا نحكيو على تونس القطاع هذايا، شنو هي الافاق نتاعو اليوم، قداش عندنا تقريبا كان عندك فكرة من ناس تهتم بالقطاع من مربين للنحل ما غيره، شنو هي الدولة شنو قدمت للقطاع هذايا وللناس اللي تهتم بالقطاع هذايا، كيفاش تقيموا اليوم في تونس القطاع هذا واخذ حقه ولا مازال؟ أول حاجة الساعة شكرا على الاستضافة. مرحبا سيدي. اثنين أنا عبر لونتين راديو ماد نحب نرحب بالوفود اللي جات لكلهم وحضروا معنا في هذه التظاهر البناءة إن شاء الله، اللي مشاركين تقريبا 23 دولة، وفيه كما قلت لكم محاضرات في كل شيء، لكن إضافة صغيرة فقط لفوائد ومزايا النحل، هو خلف أنه النحل كما قال الأستاذ الدكتور أحمد الخازم أنه النحل فيه 12 منتج، وهذه كلها تكون معناها دخل، وخاصة النحل أنه مشاريع سهلة جدا للتركيز بالنسبة للناس للشباب العاطل عن العمل والشباب المتعلم، معناها التكلفة متاحة سهلة، وينجم ويقدر أنه مثلا يبدأ بمشروع صغير ويكبر بشوية بشوية، فهمت؟ هذه ميزة كبيرة. الميزة الثانية للنحل هو أنه هالمنتجات هذه كلها هالفوائد الطبية والفوائد الاقتصادية ما تمثل كان 10% من مزيد النحل في زيادة المحاصيل الزراعية كما ونوعا، وخاصة نوعا المحاصيل الزراعية النحل يساهم كثير في عبر التلقيح ولا التأبير، تقريبا 80% من نباتات لي بلونتون توموفيل 80% من نباتات النحل يساهم في تأبيرها، وهك التأبير هذا أو التلقيح للأزهار هو بدوره يجيب منتو يكثر في المنتوج. طبعا هذه التقديرات هذه الاقتصادية طبعا حسب البيئة، فما بيئة تكون بيئة غنية يوصل حتى يزيد 10 مرات على المنتج اللي يجيبه النحل الكل، التلقيح ما يجيبه التلقيح يكون 10 مرات أكثر من المنتجات. طبعا إذا كانت تكون البيئة أقل شوية ينقص المردود هذا، حتى أنه في بعض الدول تو في الصين معناها سمعنا أنه ثم خسائر كبيرة في النحل اللي اضطرت المزارعين أنهم يقبروا اللوز بيديه، يلقحوا اللوز باليد شجرة شجرة، معناها غير الفوائد نتاع المشروع ككل. والفائدة الكبيرة للنحل زادة هو التوازن البيئي، حتى أنه ثم مقولة منسوبة لأينشتاين يمكن تكون صحيحة يمكن تكون غلط، يقول لك إذا ما اندثر النحل من على سطح المعمورة يعيش الإنسان 4 سنوات فقط. هذا من أهمية كبرى للنحل. ما عليناش تو نحب نحكي شوية على القطاع في تونس. طبعا تونس حتى عبر التاريخ كما تعرفوا كانت في الحضارة الرومانية وقبل 3000 سنة كانت تسمى لاكوفا ميل، حوض العسل. تونس هذه إفريقية اللي اسمها كانت اسمها إفريقية تونس، هي حوض العسل، وهالنحل هذا موجود من قديم الزمان. طبعا بالنسبة للنحل هو كان ككل بلدان العالم كان قطاع معنا تقليدي، قطاع مهمش، قطاع كذا، ودخل تونس في أول مشروع سنة 1975 أول مشروع كبير كان معناها الفاو لفاو المنظمة العالمية للأغذية والزراعة هي اللي مولت المشروع هذا، وكان معناها الهدف الرئيسي من المشروع هذا هو تحديث صناعة النحل في تونس، تحديث الخلايا وتغييرها من خلايا تقليدية إلى خلايا ما يسمى بالخلايا الحديثة والخلايا ذات الأطر المتحركة اللي هي تنتج أكثر ونجم من وقت هالتوى ونجم الرقبة ونجم. طبعا من وقت هالتوى كانت في الوقت ذاك في 75 كانت عنا 100,000 تقريبا 110,000 خلية أشباح تقليدية
وكانت تقريبا في حدود 2000 خلية مصدرها 2000 خلية حديثة مصدرها أساسا هي بقايا في بعض الضيعات الفلاحية، هي بقايا المعمرين الاستعمار معناها المعمرين اللي كانوا واخذين الخلايا. وطبعا صار التحديث بداية من المشروع هذا، واصبحنا الآن في تونس عندنا تقريبا ما يعادل 250 ألف خلية نحل. وعندنا في تونس تقريبا توا بين 6000 و 8000 خلية معناها تقليدية فقط. ده هذا كافي؟ طبعا الانتاج كافي من ناحية شنية؟ من ناحية التوازن بين ما هو موجود في الطبيعة وما هو بيان سور أكيد. طبعا احنا توا كثير من الخيان المربي النحل يتشكوا من ندرة المصادر الرعوية، وهذا موش صحيح. ليش؟ لأنه للأسف الشديد أنه نظام ترحال النحل موش منظم في تونس. الناس كلها تسمع بمكان ما اللي يجو وتصير عليه كثافة كبيرة، ولكن فما أماكن كثيرة لابد أن إن شاء الله الدولة تتدخل أكثر، خاصة في المسالك الغبية تحسنها شوي حتى يقدروا مربي النحل أنهم ينتشروا أكثر ويحسنوا أكثر. يعني احنا في تونس عنا مليون واربعمائة وواحد وستين ألف هكتار تقريبا غابات، اللي فيها غابات رئيسية 600 ألف هكتار غابات رئيسية نجمو نستغلوها. تقريبا قداش نسبة معناها الانتاج متاع القطاع هذايا في الانتاج الوطني ككل قداش تقريبا؟ والله هو بصراحة معناها الانتاج ماهوش عالي، معناها ماهوش عالي وماهوش معناها حسب اللي ننتظروه. خاطر توا الانتاج في تونس كان في السبعينات وفي الثمانينات معناها الخلية تنتج بين 25 و30 كيلو عسل في خلية النحل، الآن بين 8 و12 كيلو. هذا أساسا لعدة عوامل كما قلت لك، عدم تنظيم القطاع، لابد من القطاع أن يتنظم. وما ينظم القطاع كان النحالة هم بنفسهم، هم مربين النحل بنفسهم، لأنه هم الحلقة الرئيسية في منظومة النحل. لابد هم يتنظموا في إطار شركات تعاونية أو في إطار جمعية تعاونية، وتكون خاصة فاعلة هالجمعيات هذه، مش للتسمية فقط أنا رئيس جمعية ولا رئيس شركة ولا واحد. لابد لازم تنظيم القطاع ككل فعلا. أنا تقريبا اللي يشتغلوا في القطاع النحالين تقريبا 17 ألف نحال، ولكن فيه مزودين، فيه شغلات أخرى، معناها يوصلوا تقريبا اللي يستفادوا من القطاع هذا تقريبا في حدود 20 ألف. ولكن اللي موجود نقدروا أن نكثروا من نحل أكثر طبعا، ونحسنوا من الغطاء الرعوي، خاصة بتكثيف أنواع نباتية اللي هي ممتازة كما مثلا الكاليبتيس. احنا عنا الكاليبتيس هو الموضوع هذا متشعب برشا وطويل، فالا لازم محاضرة كاملة معناها باش ندخلوا في التفاصيل وكيفاش نحسنوا من القطاع هذا. للأسف الوقت وفيه باش نرجع معاك سيد أحمد، فقط نعود نذكر الناس اللي تسمع فينا الكل بالمعرض هذا، التاريخ نتاعو من وقتاش لوقتاش، معناها الساعة من وقتاش ينجم يكون المعرض مفتوح، وشنو اللي ينجموا يلقاو، كيفاش ينجموا يستفيدوا من المعرض هذا وياخذوا الفرصة هذه كسوة للمواطن العادي وإلا الناس اللي تخدم في القطاع هذا. طبعا المعرض مفتوح إلى يوم الأحد القادم، مفتوح للجميع، جميع شرائح المجتمع وليس المتخصصين فقط، لأنه سيكون فيه معرض جميع منتجات النحل الموجودة، الخبراء موجودين، بإمكان من يريد أن يستفسر أو يسأل أو عن أي مواضيع يستفسر، موجود من الساعة 10 صباحا إلى الساعة المعرض إلى الساعة 7 تقريبا، إلى الساعة 7:30 حتى 8 ساعات إن شاء الله. يوم الأحد سيكون فيه حفل ختام، سيكون فيه مزاد على العسل، جميع العسال التي حصلت على ميداليات ذهبية في الوطن العربي سيكونوا مشاركين، بالإضافة إلى الفائزين في هذه الدورة، فسيكون في مزاد على العسل المعروض منهم، وسيكون في تذوق مجاني، ونرحب بالجمهور للحضور إن شاء الله. يعطيك الصحة سي محمد، ما إنك أنت لهي بالشأن الاقتصادي جايزة شنية بالضبط؟ لا، في نقطة مهمة بس انتبهت ليها، موضوع الإيكوتوريزم، السياحة البيئية الخاصة بالنحل. في مشروع عملناه في دبي، حديقة للنحل بيدخل الناس والأشخاص. أنت بالنسبة لك عالم النحل مبهم، ما تعرفيش تفاصيل النحل، ده حشرة بتقرص، لكن ده بيدي مساحة أن بتجيب أنت أو الأهل أو الأسرة يروحوا يلبسوا ملابس النحل ويقضي يوم كامل مع النحل، وينتجوا العسل الخاص بهم الرويال جيلي. فده من
الافكار كويسه خاصه مع الطبيعه اللي احنا شفناها. اكيد وخاصه هنا في تونس في الشمال الغرب الكل ما عادش وقت على غالب الاخبار على البرنامج في الاخر على البرنامج فيه رحله فيه رحله استطلاعيه للمشاركين في اخر يوم في رحله عبر هذه الوطن القبلي كله للتعريف بالوطن القبلي بولايتنا. هاي البرشا يعطيكم الصحه شكرا لكم مرحبا بكم مره اخرى في تونس. تصفي الدرصافي تجيكم في موجز الحياه.